السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. وعليكم غلام، السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، مساء الخير لكم جميعا. طلابنا اليوم إن شاء الله راح نكمل بحث الذرات المهتزي. طبعا بالدرس الماضي استنتجنا المعادلة التفاضلية، وأوجدنا كتبنا تابع الشحني وتابع الشدي، ووازنا بينهما من حيث الطور. اليوم إن شاء الله نكمل الدرس بالفقرة فقرة تبادل الطاقة بين المكثف والوشيعة في الدارة المهتزي. طبعا فقرة هامة جدا. كيف يتم تبادل الطاقة بين المكثف والوشيعة خلال دور كامل؟ طلابنا كما نعلم أن المكثف وصلناها مع المولد في الحالة الأولى، فشحننا هذه المكثف. إذا المكثف مشحون تحمل طاقة كهربائية، نصلها إلى وشيعة على التسلسل، طبعا وشيعة على التسلسل. الآن تبدأ المكثف بتفريغ شحنتها في الوشيعة. تبدأ المكثف بتفريغ شحنتها في الوشيعة ببطء حتى يصل إلى قيمة عظمى نهاية ربع الدور الأول من التفريغ. طبعا وتفقد المكثف كامل شحنتها وكامل طاقتها، وتختزن الوشيعة طاقة كهرطيسي عظمى EL تساوي نصف L بI ماكس. طلاب تنتقل الطاقة الكهربائية الموجودة في المكثف إلى طاقة كهرطيسي تختزن في الوشيعة، فالطاقة تنتقل من المكثف إلى الوشيعة ويمر في الوشيعة تيار كهربائي يصبح أعظم. إذا خلال ربع الدور الأول ثم يقوم تيار الوشيعة بشحن المكثف حتى يصبح تيارها معدوما وتصبح شحنة المكثف عظمى، فتختزن المكثف طاقة كهربائية عظمى اي سي تساوي نصف كيو ماكس مربع على سي. هذا يتحقق في نهاية نصف الدور الأول، يعني ربعين. أعيد طلاب، خلال ربع الدور الأول تنتقل الطاقة من المكثف إلى الوشيعة. الطاقة الكهربائية التي كانت في المكثف تتفرغ في الوشيعة وتختزن الوشيعة الطاقة على شكل طاقة كهرطيسي، وتنعدم طاقة وشحنة المكثف ويمر تيار كهربائي في الوشيعة يصبح أعظم. هذا خلال ربع الدور الأول. خلال ربع الدور الثاني، يعني خلال نصف الدور، يقوم تيار الوشيعة بشحن المكثف من جديد، وتنعدم الطاقة في الوشيعة وينعدم التيار في الوشيعة، وتصبح الطاقة وين موجودة؟ في المكثف. تنتقل الطاقة، تعود الطاقة إلى المكثف عبارة عن طاقة كهربائية EC تساوي نصف كيو مربع ماكس على سي. إذا هذا نصف الدور. أعيد، خلال ربع الدور الأول تنتقل الطاقة من المكثف إلى الوشيعة. خلال ربع الدور الثاني تنتقل الطاقة من الوشيعة إلى المكثف. أصبح الآن نصف الدور. أما في نصف الدور الثاني تتكرر عمليتا الشحن والتفريغ، لكن بالاتجاه المعاكس نظرا لتغيير شحنة اللبوسين. وهكذا يتم تبادل الطاقة بين المكثف والوشيعة. إذن خلال نصف الدور الأول تنتقل الطاقة من المكثف إلى الوشيعة ثم تعود إلى المكثف. خلال نصف الدور الثاني تتكرر عمليات التفريغ والشحن، إذا تعود الطاقة إلى الوشيعة ثم إلى المكثف من جديد.
الآن عندما تكون مقاومة الوشيعة صغيرة فإن الطاقة تتبدد تدريجيا على شكل طاقة حرارية بفعل جول، مما يؤدي إلى تخامد الاهتزاز. عند وجود مقاومة كبيرة في الدارة فإن الطاقة التي تعطيها المكثف إلى الوشيعة والمقاومة تتحول إلى حرارة بفعل جول، ونسمي عندها من تفريغ لا دوري، حيث تتبدد الطاقة المكثف بالكامل دفعة واحدة في أثناء التفريغ. نعم نلاحظ هذا تفريغ لا دوري، تفريغ باتجاه واحد. الآن طلاب لدينا مخطط يشرح لنا كيفية تبادل الطاقة بين المكثف والوشيعة. الآن في الحالة الأولى كانت المكثف مشحوني وتحمل طاقة، هذه الطاقة إذن في الحالة الأولى المكثف مشحوني في اللحظة T تساوي الصفر، المكثف مشحوني وهذه الطاقة باللون البنفسجي يدل على طاقة المكثف، إذن يدل على الطاقة الكهربائية طاقة المكثف، الطاقة الكهربائية في المكثف. الآن خلال ربع الدور، خلال T صفر على أربعة، خلال ربع الدور، نعم، تتفرغ المكثف في الوشيعة فتصبح طاقة المكثف معدومة، وطاقة عبارة عن طاقة كهربائية مختزنة في وشيعة، تتحول الطاقة إلى طاقة كهربائية في الوشيعة. هذا خلال ربع الدور. خلال نصف الدور T صفر على 2، الآن يعود تيار الوشيعة بشحن المكثف وتصبح طاقة الوشيعة معدومة وطاقة المكثف عظمى، طاقة المكثف عظمى، إذن تعود الطاقة إلى المكثف. إذا خلال ربع الدور أصبحت الطاقة في الوشيعة، خلال نصف الدور عادت إلى المكثف، خلال ثلاث أرباع الدور نعم أصبح تفريغ المكثف في الوشيعة وعادت الطاقة إلى الوشيعة خلال ثلاث أرباع الدور، ثلاث أرباع الدور. الآن خلال دور كامل تعود الطاقة إلى المكثف، تعود الطاقة إلى المكثف.